سبورت بريس كتستضيف اليوم المدرب الوطني سي جايب القرش اللي غادي تحدثنا على الافاق ديال الفريق ديالو النادي البلدي وعلى التورنوا ديال المرحوم النادي هاد السنة هذا تقابع ما كانت السنة الماضية بحال سنة بيضاء بأن التفارق ما طيح قرر باش عيطونا باش اتفقنا بأن بما كانت السنة بيضاء باش ناخذوا فريق شاب اللي غادي يلعب هذا الموسم إن شاء الله بتطعيم بعض اللاعبين اللي يكونوا عندهم تجربة. عندنا 7 أو 8 لاعبين اللي أقل من 19 عام كاين ديال 18 عام حتى 21 عام إذن تقريبا لاش ديال 19 و 19.5 إذن هو غادي يكون موين دار. خدمنا معهم في آخر السنة مود شهرين متتابعين وهو شهر مايو وجويلي فورماسيون في الفوندامونتو دو باسكيت لا باز ديال 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 اللعبة. وجدنا 7 أو 8 لاعبين وشاركنا من بعد شاركنا في الدوري ديال المرحوم ديال اللي كان في الجديدة كنا لدينا دوري ديال التورنو ديال الجديدة كل سنة. دينا الاستعداد ديالنا شوية مبكرة لحقاش الشباب خصهم بزاف الاحتكاك خصهم بزاف التجربة خصهم بزاف. قررنا هاد السنة إن شاء الله باش بما أن حيدنا كاع العناصر اللي كانت من 30 عام 32 عام 34 عام خدينا هاد الشباب اللي عندهم 19 عام وخصنا نطعموهم ب4 لاعبين منهم جوج أجانب وجوج مغاربة باش يعطيو نفس لهذا الفريق حقاش إلا ما طعمناش طعمناهمش وما عطيناهمش اللي غادي يجي غادي يعطيهم واحد الشحنة أخرى ويعطيهم تجربة ما غاداش ما يمكنش نلعبوا الدراري ديال 19 عام يلعبوا البطوله ما يمكنش هاد الربعه الدراري ولا 5 اللي غادي نطعموا بهم الفريق. حنا دابا كنحاولوا كنبحثوا على فرقاش. عندنا لاعب ديالنا ديال غادي يتحق بنا وهو اللاعب ديال حمزه اللي كيلعب في طنطان. السنه الماضيه كان لعب في طنطان كان براتي في طنطان غادي يعاود يرجع. خصنا واحد جوج لاعبين اخرى مغاربه وجوج اجانب يكونوا هاد الربعه وواحد ديالنا هو 5 باش نعاودو ناخذو من هاد الدراري هادو واحد 5 ولا 6 باش يكونوا في المستوى ديال تطلعات الفريق. هو ان شاء الله الى جبنا هاد الدراري باش يطعموا الفريق باش نلعبو المانتيان هاد السنه وفي السنوات المقبله ان شاء الله السنسي غادي تكون في المستوى اللي كيتسنى فيها جميع المحبين ديال النادي وعلماء النادي تكون في المستوى اللائق. هاد التجربه هادي كنا درناها مع الرجاء في 94 حيت ملي المرحوم ابراهيم كان طلع الفريق 93 طلعوا من البريمير ديفيزيون طلعوا من فريق شاب خدنا هذه الفكره نفس الفكره وفي 94 95 التحق جابني للرجاء وبقى هو مدير تقني والسنه الاولى الفريق لعب البراج والسنوات الاخرى 95 96 97 هو كيلعب على الادوار الاولى لعب نفس المنهاج ديال اللعبه ديال 19 20 عام. حنا خدينا هاد الفكره هادي ان شاء الله النادي السنسي غادي يقول الكلمه ديالو السنه المقبله ان شاء الله. حنا العام خصنا نحاولوا غير باش نديروا له مانتيان نكونوا مع العشره الاوائل طبعاً باش في الاستعداد ديالنا بان بما ان المرحوم هو اول لاعب مغربي في النادي البلدي طلعنا باش مع المكتب الموسميه باش نديروا الدوري ديال المرحوم ابراهيم القرش اللي هو اول رخصه في جامعه مغربيه هو في النادي هو ابراهيم القرش ولعب في النادي سنين طويله الستينات والسبعينات حصل مع الفريق بطولات المغرب كان في 73 لعب جو لاعب محترف في فرنسا
سنتين وفرنسا مع فريق دوفيل، العودة التحق ثاني بالنادي في 74 75 حققت معنا اللقب ديال 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 بطولة المغرب العربي اللي شاركت فيها الجزائر وموريتانيا، كنت في العدد الدولي انذاك في 76 77 حصل معنا على البطولة المغرب اللي كانت الجديدة اللي كان شاركت فيها النادي البلدي والوداد والجيش وبركان، استطعنا باش نحقق اللقب وهو اللقب الأخير مع 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 المرحوم. المرحوم التحق بفريق الرجاء في السبعينيات حيث كان من المؤسسين ديال الرجاء مع فلوس ومع جدالي ومع الدكتور الهرابي والدكتور التازي، كانوا هما المؤسسين ديال الرجاء ديال كرة السلة. كان لعب مع الرجاء واحد الفترة ومن بعد هو المدرب ديالهم، رجع للنادي رجع كرئيس في الأخير ديال من 2000، رجع عندنا في 2000 2001، من 2001 2007 وهو كرئيس كان أمين المال. من بعد ملي الرئيس المرني خدا التقاعد ديالو، إبراهيم هو اللي خدا المشعل كرئيس ديال النادي، واستطاع بعد ما كان النادي 20 عام وهو في القسم الثاني استطاع باش يطلع هذا النادي، طلعوا القسم الوطني الاول في 2007. ملي طلع الفريق الموارد كانت ضعيفه جدا، ونحن مسكين حبس، ما كاينش الامكانيات باش يلعب في البريمير ديفيزيون. المهم طلع الفريق البريمير ديفيزيون، نعزل التقاعد ديالو في 2012 نهار 27 يناير 2012 توفى المرحوم بسكتة قلبية من بعد ما صلى المغرب، طلع للدار ديالو وتوفى. الله يحميه من الله ومن الله. شكرا سي فهد، انا كنت كل شيء.